السلام عليكم مكناس. مكناس اليوم مرجان، هذا مرجان شارع محمد السادس. الطريق على اليمين كتدي نيشان لمسجد الفتح، السواقة ديال مرجان السخنة. هادي المصلى على اليمين، باب البطاوي اللي قدامنا. وهذا باب البطاوي، كنخرجوا منه للروة. لو دخلنا من تما نخرجوا في الروة. Thank you.
حديد زيارة الصحراء على اليسار، على اليمين توارقة، على اليسار سراميطو. ديال البرتقيزي هذا شارع رحال المسكيني، رحال المسكيني من المناضلين المقاومة. بني مسكين ورحامنا وسرغنا كيسميو رحال بزاف. هادو الباطيمات ديال السباتة، وهذا الليسي ديال بورد هو على اليسار، عمر بن الخطاب الثانوية تاع عمر بن الخطاب. دابا ولاو فيها الأقسام التحضيرية. هادي السباتة، هذا شارع عبد الكريم الخطابي. هذا اللي قدامنا الجامع ديال مولاي مليانة، مش جيد مولاي مليانة، وعلى اليمين لالا زويتينا، الجامع ديال مولاي مليانة. شارع عمر بن الخطاب هنا تيسالي في هاد التقاطع مع شارع محمد السادس. دابا حنا غندخلو لشارع محمد السادس. ومن المسجد لتحت حتى لسيدي سعيد هذاك شارع النصر. غادي نكملوا مع شارع محمد السادس، عاود رجعنا له. الرياض على اليسار، ولاو تيوقفو الطوبيسات، داكشي باش ولات هاد الدنيا كتعمر هنايا بالناس، هما على اليمين وعلى اليسار. غادي ندخلو جهة بني محمد، هنا غنشوفو الطاكسيات اللي كاينين، المحطة اللي ولات دابا. هنا ولاو الطاكسيات غران تاكسي، يعني التاكسيات الكبار هنا على اليمين وعلى اليسار. البلاصه كامله وهنا كذلك، هنا على اليمين، هنا على اليمين راه كاينه بلاصه كبيره هنايا اللي فيها التاكسيات. هادو تقاوس ديال باب بني محمد، شحال هادي كانوا على اليمين هنا في هاد الساحة، كانت خاوية، كانوا هنا تيكونوا الخيل، تيكون الحراكة العودان. غادي نطلعو لجهة السويقة، نطلعو ل الشارع الطويل هذا سميتو. الدروبين تاع بني محمد على اليمين اللي فتنا درب الحاج قدور، هذا اللي على اليسار درب الهوا، هذا اللي على اليسار عاود درب السامري،
هذا اللي على اليمين ضرب حدو ادارو بانو زوين بينو، هذا ضرب العربي البوليسي على اليسار. هنا كان دريس مول الحليب هنايا، وكان في هاد فوتوكوبي كان واحد الشفنجي، هذا ضرب الماكينه اللي على اليسار، هذا نسيت اش نقولوا له. هذا اللي على اليمين ضرب محاو تادلا حانوت ديال الشرادي الفخار، وهذا ضرب الشيفور هو على اليمين، هذا هو اللي تنقولوا له ضرب القنبوله اللي كانت قنبلات فيه واحد الميليتير، دار قنبوله تما على مراتو كانت تسالها الفلوس. وهنا هذا ضرب ما عرف شنو العرج، تنقول واش من عين الله شي هذا العرج ولا يمكن هذا ولا هذا. هذه القيوه ديال عبد النبي، لا حل حل القيوه ديال عبد النبي. هنا السويقه، هذا الجامع ديال بني محمد. غادي نمشي حتى لديك الوسعه باش نجيب الدوره بلا ما ندير الزحام. هذا درب الزاويه هو على اليمين، هذا فيه كانت فيه الزاويه ما عرفوش باقا ولا لا، تنقولوا له درب الزاويه. هذا سيدي بلال، هذا على اليمين كدخل سيدي بلال. هذه اللي قدامنا دار المحمدي، هنا كان على اليمين كان واحد الفران مبقاش. من هنا كنخرجوا للسويقه، السويقه ديال بني محمد السباته، جاي يديروا هذا دابا في هذه العرسه ديال الليموريه. هنا غادي نلقى شي وسعه فين ندور، ولا نجيب الدور على سيدي بلال من لهيه. هنا سويقه هنايا، نجيب الدور على سيدي بلال من لهيه، نخرج اونفاس مع الجامع. سيدي بلال على اليسار كتخرجنا في السباته في شارع عبد الكريم الخطابي حدا عمر بن الخطاب كتخرج. هنا سيدي بلال هادي غنخرج وحدة الجامع، هاد الدار هادي واقيلا شي نهار يسمعوها هودات على سبة طبعا مع الرعدات اللي ولاو. دار السيمة جديدة هنايا ما زطموش فيها. رجعنا للجامع ديال بني محمد، شنو زقنا قبيلة. هذا اللي على اليمين درب الحاج دريس، ولا فيه حمام حمام الحاج دريس، حمام الفنون بقى الفوق. هادو اللي الدروبه اللي زقنا، هذا درب الحبيب ولا الحاج الحبيب هو على اليمين. بابا بني محمد فينا هو، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.